بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، حضورنا الكريم، التواصل جاري مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا في هذا اليوم غيوم. أنتقل دائما إلى المركز الأول، شرف المركز الأول للخزع بن أحمد بن خزع بن هركي العامري. النقلة على المركز الثاني، هناك شاهنية عبد الله برمان بن محمد الشامسي، وفي المركز الثالث ما شاء الله الطليلية لراشد بن مطارب اللاحج الهاجري، وفي المركز الرابع هناك أيضا من تأتي في هذه اللحظات شف هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، وفي المركز الخامس ما شاء الله مشكورة علي بن سعيد بن علي بن لومية الاجتبي. يا سلام، بنقول حمد بن علي بن سعيد بن لومية الاجتبي. يلا يا حمد شد حيلك شوي. بينما اللي في المركز السات، اللي في المركز السات عجيبة عجيبة الطي، عجيبة الجماهير، سعيد بن علي بن واس الاجتبي، وفي المركز السابع هناك التبرة لمصلح بن سعيد بن حمد المنصوري، وفي المركز الثامن من تأتي في هذه اللحظات ثامن المراكز صبا حمد بن عبيد بن مبارك بن عبيد الاجتبي، في المركز الثالث، وفي المركز التاسع بينما اللي في المركز العاشر والأخير هناك الانفراد لحمدان بن فليح بن علي العويسي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز العشر، لعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله للعشرة المراكز المذكورة اللي أقرتنا اللجنة، ولكن الخزع بن أحمد بن خزع بن هركي العامري مسيطر ما شاء الله على المركز الأول وصامد على مقدمة الشوط. مشكورة 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 حمد بن علي بن سعيد بن لومية الاجتبي اللي في المركز الثاني، اللي المركز الثاني. يلا يا ابو شهاب، عطيتنا وعود في الاسبوع الماضي وفي هذا الاسبوع، امنياتك كثيره وطموحاتك كثيره عجيبه. بسم الله ما شاء الله تاتي بثاني المراكز. سعيد بن علي بن واس الاجتبي يقدم عجيبه ثالثا، بينما اللي في المركز الرابع هناك تاتينا في هذه اللحظات رابع المراكز اللي هي انفراد لحمدان بن فليح بن علي العويسي، وفي المركز الخامس هناك اللي في المركز الخامس ما شاء الله شف هزيم بن محمد بن هزيم المسافري. النقلة على المركز السادس، تبارك الرحمن، نوف ناصر بن حمد بن محمد بن عمران الاجتبي سادسا، وفي المركز السابع هناك من الجانب الثاني الطليلية راشد بن مطرب اللاحج الهاجري، بينما اللي في المركز الثامن صبا حمد بن عبيد بن مبارك بن عبيد الاجتبي. المركز التاسع من الجانب الثاني تحمل رقم 36 مياسة لمصبح بن سعيد بن صبيح الراشدي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، وفي المركز العاشر ثانية لعبد الله بن بربان بن محمد الشامسي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا وعود باللوبية الثابتة حتى هذه اللحظات. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يا مشكورة يا راعي، مشكورة يا جماهير، مشكورة اللي مسيطرة على المركز الأول حمد بن علي بن سعيد بن علي بن لومية الاجتبي. يا بن لومية يا بن لومية، بينما اللي في المركز الثاني هناك انفراد حمدان بن فليح بن علي العويسي. ثالث المراكز شف هزيم بن محمد بن هزيم المسافري يقدم شف على المركز الثالث. المركز الرابع هناك من الجانب الثاني الطليلية لراشد ومطر بن لاحج الهاجري، بينما اللي في المركز الخامس، المركز الخامس ما شاء الله فزعة أحمد بن محمد بن سالم المالكي. هكذا كانت النتيجة، هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة. مشكورة مشكورة اللي تولع زمام الركض نار يلي بدنها فيه مدة ما شاء الله.
يا بلومي ما شاء الله تبارك الرحمن يا ابو شهاب تبارك الرحمن. صلوا على ذكر النبي صلوا على ذكر النبي صلوا على ذكر النبي. مشكورة من تقدمت مشكورة من سيطرت على المركز الاول صامد على مقدمة الشوط، ولكن الاسم اللي ما يبنى له طاري اللي ما يبنى له طاري حمد بن راشد بن مفتاح الشامسي. اول ندلها اول ندلها وصلكم الوهيبي وصل الوهيبي مع شوشرة عمران او عامر بن محمد بن سالم. الوهيبي الوهيبي ولا بن مفتاح الوهيبي ولا بن مفتاح. اللحظات الاخيرة الله يا شوشرة المسيطر على المركز الاول الصامد على مقدمة الشوط، ولكن بن مفتاح بن مفتاح يطرق ابواب النواميس. فاللحظات الاخيرة مع الظبي حمد بن راشد بن مفتاح الشامسي. سلام سلام بن مفتاح، سلام ثانينا والناموس، وسلام عليكم اهل العين. شوشرة عامر بن محمد بن سالم الوهيبي ثانيا. المركز الثاني ايها الاخوة هناك اللي في المركز الثاني لصالح بن علي بن حمود العويسي. المركز الرابع حمد بن علي بن لومية الاجتبي. المركز الخامس شعار بالاسود حاضرا العامري. هكذا كانت النتيجة. التوقيت الزمني مستمعينا الاعزاء حضورنا المميز لن يحضرنا. هكذا كانت نتيجتنا مستمعينا الاعزاء. وسلام سلام من حمد بن راشد بن مفتاح الشامسي على هذا الانجاز الجميل والمميز.